أقيم في العاصمة اليمنية صنعاء مهرجان للنساء اليمنيات اللواتي استطعن تسيير أنشطة إنتاجية بنجاح رغم ظروف الحرب. المهرجان سعى لترويج منتجات هؤلاء النسوة لمساعدتهن على التغلب على مصاعب التسويق في ظل الظروف التي يعيشها اليمن. جاءت من محافظة تعز جنوبي اليمن للمشاركة في مهرجان سيدات اليمن الناجحات بالعاصمة صنعاء. نجاة الفتيح مصممة فساتين الأعراس منذ أكثر من 10 سنوات وجدت في هذا المهرجان فرصة لعرض منتجاتها وبيع بعضها. الحرب المستمرة في محافظة تعز منذ أكثر من 2 عامين تسببت في كساد منتجاتها. مركز ناني للتصاميم الخاص بها والذي تعير من خلاله أسرتها مهدد بالإغلاق في أي لحظة. سعيدة بمشاركتي بهذا المهرجان لأنها فرصة إن شاء الله لي أني أثبت وجودي وأثبت أيضا أنه أحاول أن المرأة دائما في يعني في تطور مستمر وأنه يعني ما فيش أي شيء ممكن يعوقه. أكثر من 100 سيدة من مختلف المحافظات اليمنية يشاركن في هذا المهرجان النسوي الذي يشكل للعديد منهن مناسبة للالتقاء وتبادل الخبرات. المهرجان يحتوي على منتجات وسلع يمنية خالصة من عطور وقلادات وحلي وملبوسات شعبية ومشغولات يدوية ومأكولات متنوعة. هذا المهرجان حيكون نواة لتأسيس حاضنة أعمال كبيرة تكون دعم وسند لكل مرأة يمنية حابة أن تفتح مشروعها الخاص، سواء كان عندها أفكار وما فيش معها تمويل، سواء كان عندها تمويل ما فيش عندها أفكار أو عندها دراسات جدوى متعثرة. مهرجان سيدات اليمن الناجحات ورغم قصر مدته التي استمرت 3 أيام فقط رأى فيه الكثير من النساء بداية لمهرجانات مقبلة قد تعوضهن الخسارة المالية التي منين بها خلال 2 العامين الماضيين. تعتبر عينة السيدات المشاركات في هذا المهرجان محظوظات، حظ يسعى منظمو هذه التظاهرة إلى أن يشمل أكبر شريحة من النساء اليمنيات من خلال تخصيص جزء من العائدات لفتح مراكز مهنية خاصة في مختلف مناطق البلاد. نبيل اليوسفي، التلفزيون العربي، صنعاء.